زمان لما كان بيطلع مرتضى يهزقه سواء على الشاشة أو لما بيقابله في مكان معين وبيقول عليه إن هو فيه وفيه وفيه، كنا إحنا أول ناس بنطلع ندافع عنه. ولكن واضح كده الإنسان بيتغير بعد ما بيقعد على كرسي المنصب أو بياخد عضوية في النادي الزمالك أو بيتبوأ أي منصب إداري أو منصب يعني له علاقة بنادي الزمالك. ده أحمد سليمان العضو البارز في مجلس نادي الزمالك ومجلس حسين لبلوب طالع بتصريح وصفه محمد شبانة ان هو بومبا، ضرب بومبا. واضح كده ان كان يعني احمد سليمان وقتها متقل في العشاء، واكل كرومب كتير، واكل ارنبيط كتير، فملأ الدنيا بومب من اللي حضراتكم عارفينه. تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. انا هاني الشرقاوي ودي قناتي، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. محمد شبانه اعلامي كبير له كاريزما، زملكاوي ودمه خفيف، يعني اتكلم يعني انا بصراحه ما قدرتش امسك نفسي من الضحك على تعقيب محمد شبانه على الكلام اللي قاله احمد سليمان بخصوص رمضان صبحي. يا رمضان يا صبحي، مش انت عندك مشكلة المنشطات؟ انت لو كنت في نادي الزمالك، نادي الزمالك هيعرف يحميك كويس وهيقف في ظهرك وهيخلي الامور تتغير لصالحك. تخيل لما يبقى عضو مجلس ادارة في نادي الزمالك بيقول لي لاعب، يعني حتى لو انت مخطئ، لو انت عندك مشكلة احنا هنقف في ظهرك واحنا هنحميك. هتحميه ازاي؟ هتخلي لجنة المنشطات تغير قرارها؟ يعني هو اتاخد منه عينة واتنين و ثبت التلاعب في العينة انها متخففة بالمية او عليها مواد اخرى، ثبت ان هي مش يعني تحليل لبول انسان، يعني مش تحليل ادمي، ومع ذلك احمد سليمان طالع يقول لك احنا هنحميك واحنا هنقف في ظهرك. انا فاكر من حوالي 4 شهور بالظبط كان احمد سليمان متواجد في عزاء والدة الكابتن مين تقريبا، هشام يكن او اشرف قاسم، لا اشرف قاسم، كان كابتن اشرف قاسم، وكان قاعد في العزاء ومرتضى منصور كان جاي هو والفولي، وبعد كده قعد يلقح عليه بالكلام وراح شتمه قال له انا هديك، يلا يلا يا فولي علشان انا في واحد هنا هديله بالجزمه اللي في رجلي. بالظبط نفس الوصف، احنا طلعنا هاجمنا مرتضى منصور وهو في ايه، في مجده وفي عنفوانه، قلنا له ما يصحش ما يليقش، هو انت عشان الراجل ده مختلف معاك تتطاول عليه وبتاع. والراجل كان قاعد يعني مسكين غلبان زي الارنب، لكن سبحان الله تحول وبقى شخص اخر بعد التواجد في منصبه، وابتدى بقى يلقح بالكلام عن النادي الاهلي، ويلقح بالكلام على لاعب النادي الاهلي وعلى اعلامي النادي الاهلي وعلى المسؤولين في النادي الاهلي وعلى جماهير النادي الاهلي. لكن احمد سليمان الكلام اللي قاله ده كلام له عدة تفسيرات. طيب قبل ما اقول لكم التفسيرات اللي عندنا، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف محمد شبانه وهو بيعقب بسخرية وبكوميديا على الكلام اللي قاله احمد سليمان، وارجعوا لي مرة اخرى. بس وانتم بتتفرجوا على الفيديو اخواتي واخواتي واخواتي الاهلاويه، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير. اول مره تشوفوني اول مره تخشوا قناتي تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان ما فتكمش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف محمد شبانه وهو بيروق احمد سوسو ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. تاني ياخد لك بقى تصريح ده بتاع الكابتن احمد سليمان، فاقع تصريح، ما بتقالش فاقع، التصريح ده لا يوازيه الا لفظ فاقع، انما لو قلت اضيق يبقى ده تصريح عادي، انما فاقع تصريح يبقى طالع منين بقى؟ من ال يعني الانخوخي الانخوخي الانخوخي، عارف لما تقعد كده رايق كده تقوم مطلع اي كلام؟ والله بص احمد سليمان أزمة رمضان صبحي والمنشطات لو انضم للزمالك هنحميه. يا جامد جامد إيه ده؟ كابتن أحمد مش كل يعني يعني ده تصريح يعني مش هقوله فيك ولا لأ؟ أنا يعني في لفظ عايز أقوله ده ما يصحش أقوله على الهوا، هو مش عيب يعني بس ما يصحش أقوله والله العظيم، دي بومبة. أه والله أضرب بومبة، هي دي بومبة. لو رمضان صبحي قاعد هتحميه منين؟ يعني ايه لو جه رمضان صبحي يعني ياه؟ اقسم
كانت المناشطات الدوليه والمصر. هو راح الزمالك؟ يا نهار اسود، عند احمد سليمان. اقفي خبي، اقفي الموضوع ده هيجري ورانا. يعني ايه لو انضم على احمد؟ يعني ايه هتحمز ايه؟ يعني هتخلي العينه البول ادميه لا غير ادميه؟ هتحمز ايه؟ مش وصلاني. هتروح تقعد مع طول المناشطات يعني، وتروق الدنيا وتظبط معاهم الدنيا بينك وبينهم كده، والزمالك وتعمل ظروف حكايه ولا برضه احمد سليمان بترجع من الزعلان؟ انا مش فاهمها. ولو ان انا عشان عارف كابتن احمد سليمان، هي طالعه كده يعني، هو ساعات بيقول لي بيقول حاجات كده يعني خارج الدنيا، بتكون قاعد مع كابتن احمد سعد عشان كده قلت لكم ايه، فاقع تصريح. هو التصريح ده مثير جدا للجدل جدا. قال ايه؟ كابتن اكرامي بيقول تصريح ان هو مستغرب انك مش مسانده رمضان صبح ليه؟ مع ان انا فردت تقريبا نص حلقه رمضان صبح، مسانده رمضان صبح من كام يوم. وشفت ان انا من يعني من ضمن مهالك اعلامي اقف جنب رمضان صبحي، هذا الموقف اختلف واتفق على متفق على حاجات كتير قال عادي كوره. لكن في هذا الموقف انا مع رمضان قلت كده قلبا وقالبا، حتى عملت له حدوان يا جماعه في ظهرك، حطيت له صوره قلنا له احنا كلنا في ظهرك لان رمضان صبحي. فانا عتاب على الكابتن اكرامي ان احنا بالعكس ده احنا واقفين في هذه القضيه مع رمضان صبحي قلبا وقالبا وقالبا وقالبا، لدرجه ان انا لما باجي اتكلم فيها بقعد اتسال واشوف واشرح واذاكر واكلم واكلم ناس بره وناس جوه ما اعرفش، عشان لما اتكلم جمله تبقى سليمه 100%. ده احنا قلنا له في ظهرك يا رمضان، في ظهرك يا رمضان، عشان ايه؟ علشان خاطر نظهر مساندتنا لرمضان صبحي. فلما الكابتن الاكرامي قال هو بيستغرب ان ده، انا هتابع الكابتن الاكرامي على القصه دي، انما في الاخر ده شغلنا مش مشكله انا بهزر يعني. فالكابتن عمرو سليمان يوم رمضان ده فاعل تصريح على الكابتن الاكرامي قال له ايه؟ احنا قلنا بس الزمالك واحنا نحميه. اه والله كده هنحميه، مالكش دعوه انت، مالكش دعوه. اهو هتبقى صوره للكابتن الاكرامي، احنا كنا عاملين ده في ظهرك رمضان صبحي، عملنا احنا عملت نص حلقه على رمضان صبحي، وجبت ناس وكلمت ناس وعملت حاجات، وقلت له يا جماعه هنعمل ايه ونصيحتي ايه والموقف ايه، وما تخليش الناس تجرجرك ليه، وشفت في الاخر الشيء حصل لما الناس المحامين جرجروا الشيء اللي اتوقف. خد بالك ممكن برضه تبقى ضحيه المحامين، انا بقول رمضان خد بالك لازم تشوف سبب طبي ان العينه الثانيه، بكرر بالمره بقى، ان العينه غير ادميه. انما انا اقول اصل الاجراءات، اصل الراجل اتخانق معايا والكلام ده مش هياكل عيش. اسمع كلامي، مش هياكل، اصل العينه الثانيه طلعت سليمه سلبيه. وانا قلت لك المنظمه المنشطات او الوكاله كل عينه على حدها. ليه دي كده؟ ليه العينه دي خفيفه كده مش عينه ادميه؟ خففتها ليه؟ كان هدفك ايه؟ غرضك ايه؟ اصل العينه دي مش مجنونه، ما صحيتش منهم خفت لوحديها، اكيد حد حط عليها حاجه، شربت حاجه، خدت حاجه، حطيت عليها ما اعرفش. ده الوكاله هتقول كده. وما اعترضتش وقتها ولا قلت ان ضابط المنشطات عامل معايا موقف ولا مشكله ولا اي حاجه. فانا بقول رمضان شوف سبب طبي. اسمع كلامي والله العظيم، اتسال من ورايا وعارف، بس انا حريص عليك عشان ما تلبسش في القصه وتلاقي نفسك بتروح في مشكله كبيره اكبر. كمان كابتن احمد سليمان فاعل التصريح ده خلصت، لكن هو اسمه ايه؟ فاعل التصريح. يعني ايه تصريح؟ يعني مش مؤثر، مش لازم. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. احمد سوسو زي ما حضراتكم عارفين ان هو يعني بيحب يظهر في الاعلام بشكل مستمر مع مهيب عبد الهادي او مع لقاءات صحفيه ممكن تبقى بعيده عن قناة ام بي سي مصر، ولكن في النهاية هو يعني بوق اعلامي زي الابواق الاعلامية اللي متواجدة ومنتشرة لنادي الزمالك. فهم هيتجننوا نفسهم رمضان صبحي يتواجد في نادي الزمالك. طب هيتواجد ازاي عم احمد ياسوسو وهو يعني اول حاجة ايقاف القيد مستمر في نادي الزمالك لعدة فترات؟ لازم تسدد الديون اللي عليك الاول علشان تأيد لاعب وعلشان تشتري لاعب، ثم رمضان صبحي ثمنه واصله وسعره حراق. هو اصلا مشي من النادي الاهلي بسبب طمعه وبسبب الفلوس اللي اترمت له في شوال مليان دولارات، فهو مش هيفكر في اي حاجه الا الفلوس. لو انت رميت له فلوس ورميت له فلوس محترمه اكتر من اللي بياخدها في بيراميدز هيجري وراك، فده شيء طبيعي. لكن انت اصلا مفلس، يعني انت اصلا ما حلتكش حاجه، يعني سدد اللعيبه اللي عندك. ده انت هو ليه امام عاشور مشي من نادي الزمالك؟ عشان حس ان في جاب كبير بين الفلوس اللي بياخدها هو والفلوس اللي بياخدها زيزو. قال انا عايز زي زيزو. قالوا له لا. قال لهم خلاص انا هجيب عقد احترف وامشي. وقد كان وجي النادي الاهلي. ولكن هو ما كانش هدفه ان هو يروح النادي الاهلي. هو كان عايز يتساوى بزيزو، ما رضيش في نادي الزمالك. فانت دلوقتي يعني هتديله زي زيزو؟ طب ما هو في بيراميدز بياخد اكتر من زيزو، فلازم ياخد اكتر من زيزو. هتعمل جاب تاني وزيزو يقول لك اشمعنى وده يقول لك اشمعنى، فهتبوظ غرفه ملابس نادي الزمالك زياده ما هي بايظه. ولكن الموضوع مش في كده، الموضوع في انك هتحمي امام عاشور. هتحميه ازاي؟
زي ما الراجل قال هتحميه ازاي؟ الناس هتقول اوعى احمد سليمان جه خلاص احنا هنخاف ونمشي، ولا هتحميه اعلاميا ان انت تبقى في ظهره وتقول ما احنا لازم نقف. ده لاعب عامل مصيبة عندك، لاعب عامل مصيبة، يعني مش مثلا بياخد مثلا علاج للغدة او بياخد علاج معين علشان في عرض عنده ما، وبياخد تصريح من هيئة المنشطات بناء على تحليلات وعلى حاجات بتثبت ان هو عنده مثلا مرض معين زي ما كان موجود عند بركات وكان بياخد علاج للغدة، فبالتالي بياخد بنسب معينة لا تزيد ولا تقل، بيبقى نسبة معينة، ما بتاخدش حاجة تخليك يعني حصان رماح في الملعب، لا انت بتاخد بنسب معينة على قد العرض اللي عندك. لكن احمد سليمان بصراحة يعني الظاهر كان مزود يعني الاكل شوية، فزي ما قال محمد شبانة بيضرب بومب، بيضرب بومب كتير، عمانة بومب يا كابتن احمد، نام خفيف علشان يعني صحتك وعلشان صحة المشاهدين اللي بيتفرجوا عليك ما تعمهمش زيادة ما انت عامي نادي الزمالك في المصايب والكوارث اللي موجودة في نادي الزمالك. وتختلف تتفق، مرتضى هو اللي عمل المصايب، مرتضى هو اللي جاب المصايب، ولكن في النهاية كلهم مرتضى منصور وكلامهم كلهم مشابه لبعض. انتهى الفيديو بتاعنا، اسف جدا للإطالة، كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، السلام عليكم.